تمكنا من إلقاء القبض على المشتبه فيه وإرجاع المختطف وهو يبلغ من عمر 5 سنوات الذي كان في موضوع في الصندوق الخلفي للسيارة مكبل من رجله. تم استرجاع عليه وتم إلقاء القبض على المشتبه فيه الذي فر هاربا والتحقت به مصالحنا واقتده إلى المصلحة قصد التحقيق معه. أعيد دفن رفات الشاب عقيل في قبره بخميس مليان بعد ظهر اليوم الثلاثاء بعد أن تم استخراجها وإخضاعها للتشريح. وكانت الرفات قد تم استخراجها صباحة اليوم بأمر من وكيل الجمهورية من أجل إعادة تشريح الجثة من قبل طبيب شرعي معتمد لدى وزارة العدل لتحديد الأسباب والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء وفاة الشاب عقيل في حادث مرور بالمملكة المغربية في شهر جوان الماضي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى بمدينة طنجة، وهذا عند عودته من تنشيط حفل غنائي بمدينة طنجة، وقد نجت زوجته والحامل التي حولت ومكثت في المستشفى لعدة أيام. إلى نشاطي الحزبي الآن، حيث تم تزكية عبد القادر بن صالح من العامة للأرندي خلفا لأحمد يحيى الذي استقل من منصبه في جانفي 2013، وكانت تزكية عبد القادر بن صالح من طرف المؤتمرين كمرحلة هامة في حياة الحزب الذي عاش فترة طويلة من الاضطرابات الداخلية في بيت حزب الأرندي بسبب الانشقاقات والتشنجات بين الإخوة الأعداء. عادل زيدي حضر غلى المؤتمر وعاد بتالي. بمشاركة أزيد من 1400 مندوبا ولائيا، تم تزكية عبد القادر بن صالح أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي من طرف لجنة إثبات العضوية خلفا للمستقيل أحمد أويحيى، وهذا بعد الانطلاق في أشغال المؤتمر الرابع للأرندي بفندق الأوراسي والذي ارتأت فيه قيادة الحزب أن تضعه تحت شعار خطوة أخرى نحو المستقبل والأمل. لجنة إثبات العضوية مشات خضات اقتراح هذه الصيغة، وهي اقترحت صيغة طرحت مقترح السيد عبد القادر بن صالح اللي كان نائب أمين عام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، واقترحت هذه الصيغة على المؤتمر، وانتم تعرفوا المؤتمر سيد المؤتمر ارتأى ترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، وقد تبنى الأرندي هذا الخيار لمواصلة المسيرة. التجمع الوطني الديمقراطي يؤكد من جديد، لأن تم تأكيد وتم إعلان أننا مساندين للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وقد تم التعبير عن ذلك خلال كل أشغالنا اللي كانت خاصة بالتحضير لهذا المؤتمر. حزب التجمع الوطني الديمقراطي يتجاوز محطة هامة بعد تزكية بن صالح كأمين عام، انتظار تعيين القيادة الجديدة لرسم مواقفه المقبلة عاشية الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2014. هذا وقد جدد الأمين العام الجديد لحزب الأرندي عبد القادر بن صالح جدد دعم وولاء الحزب لرئيس بوتفليقة. عبد القادر بن صالح ذكر كذلك بالإنجازات المحققة على جميع الأصعدة منذ وصول الرئيس بوتفليقة إلى سدات الحكم. إن التجمع الوطني الديمقراطي يريد أن ينتهز السانحة لكي يؤكد على موقفه من الأخ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويقول أنه كان وهو سيكون وسيبقى إلى جانبه، وهو جاهز كامل الجاهزية لإتمام المسيرة التي اختارها والتزم بها منذ سنة 1999 بوقوفه إلى جانبه. ولهذا فإن التجمع الوطني الديمقراطي تأكيدا سيكون في الموعد ولدى انطلاق عملية المرحلة القادمة. ولهذا أيضا فإن التجمع الوطني الديمقراطي تأكيدا سيكون في الموعد ولدى انطلاق عملية المرحلة الثانية، وأنه سيعمل جنبا إلى جنب مع كل القوى التي تؤمن بالخط وتتبنى الخيار، خيار المستقبل، خيار كل الذين آمنوا بالخط وتبنوا التوجه نحو المستقبل المضمون والواعد الذي يحلم به الجزائريون والجزائريات.
وفي تأتي سياق اعتبر عبد القادر بن صالح أن استقرار الجزائر خط أحمر، منتقدا الأصوات التي تعمل على غرس ثقافة تيئيس من خلال التشكيك في أداء المؤسسات. إن سداد الرأي ووضوح الرؤية وسلامة الخيار التي انتهجها السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أثمرت ثمارها ومكنت من استعادة أمنها وتأكيد استقرارها وخروجها من أتون الخوف والقلق وعودتها إلى واجهة الساحة الدولية. لهذه الأسباب وغيرها كثير، فإن التجمع الوطني الديمقراطي يرى أن الجزائر الجديدة مدينة لهذا الرجل الذي مهما حاولنا إيفاءه حقه وقدره فإنه سيبقى أكبر من ذلك بكثير. من جهته اعتبر القيادي في الأراندي عز الدين مهوبي أن المؤتمر الرابع لحزب الأراندي أعاد هذه التشكيلة السياسية للسكة من جديد بعد أزمة كادت أن تؤثر على استقرار الأراندي. أعتقد أن المؤتمر هذا يعني حقق كثير من الأهداف، منها أنه كان مؤتمر الوحدة بامتياز لأنه جاء في عقاب أزمة يعني عكست اختلاف الرؤى بين بعض المناضلين، فالمؤتمر يعني أعلن صراحة أنه أمامه رهانات واسعة، رهان يعني تجديد خطابه، رهان إعادة النظر في آليات تسييره ضمن هياكله، فقد راجع كثير من نصوصه وتقدم بلوائح فيها كثير من الأفكار والبدائل التي يطرحها. هذا وشهد فندق الأوراسية الذي يحتضن وشغل المؤتمر الرابع للأرندي إنزالا مكثفا لزعماء التشكيلات السياسية المصطفى في صف رئيس بوتفليقة على غرار الأمين العام للأفلان عمار سعيداني ورئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول والأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، ناهيك عن زعماء تشكيلات سياسية أخرى ومنظمات جماهيرية. شكلت إذن تزكية الرجل القوي بحزب الأراندي والرجل الثاني بالدولة عبد القادر بن صالح أمينا عاما للأراندي تتويجا لمسار سياسي حافل للرجل منذ أن كان إعلاميا ثم دبلوماسيا ثم برلمانيا إلى أن وصل إلى منصب الرجل الثاني في البلاد. ورقة عن المسار السياسي للرجل في هذه الورقة لزميل أحمد حفصي. عبد القادر بن صالح الأمين العام الجديد للتجمع الوطني الديمقراطي هو من مواليد 24 من شهر نوفمبر 1941 بدائرة فلوسن ولاية تلمسان، هو متزوج وأب لأربعة أولاد. مجاهد إبان ثورة التحرير المظفرة، تحصل على شهادة الإجازة في العلوم القانونية، دخل ميدان الصحافة في سن مبكرة. سنة 1967 عمل عبد القادر بن صالح كصحفي بجريدة الشعب، وفي عام 1968 شغل عبد القادر بن صالح مراسلا ومدير مكتب الشرق الأوسط ليوميتي المجاهد والجمهورية. في عام 1974 عين عبد القادر بن صالح مديرا عاما لجريدة الشعب. عبد القادر بن صالح هو عميد البرلمانيين الجزائريين، انتخب منذ سنة 1978 نائبا عن ولاية تلمسان لثلاث عهدات متتالية، ليترأس لجنة الشؤون الخارجية لمدة 10 سنوات. بزغ اسمه في العمل الدبلوماسي ليعين سنة 1989 سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية، وفي عام 1993 تقلد منصب مدير الإعلام وناطق رسمي باسم الخارجية الجزائرية. في شهر أكتوبر 1993 شغل منصب ناطق رسمي باسم لجنة الحوار الوطني. وفي عز الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر ترأس المجلس الوطني الانتقالي شهر ماي 1994. عبد القادر بن صالح هو عضو مؤسس للأرندي،
هو أول رئيس للتجمع الوطني الديمقراطي سنة 1997، أعيد انتخابه في الخامس من شهر جوان 1997 نائبا عن ولاية وهران. وفي الرابع عشر جوان 1997 ترأس المجلس الشعبي الوطني، وفي الثاني من شهر جويلية 2002 عين عبد القادر بن صالح عضوا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي ليزكى بالإجماع رئيسا لمجلس الأمة وليترأس هذه الهيئة لثلاث عهدات متتالية. وإثر شغور منصب الأمين العام للأرندي إثر استقالة أحمد أويحيا في الثالث من شهر جانفي 2013 زكي عبد القادر بن صالح أمينا عاما للأرندي بالنيابة في 17 جانفي 2013. عبد القادر بن صالح يزكى بالإجماع أمينا عاما للقوة السياسية الثانية بالجزائر خلال أشغال المؤتمر الرابع للأرندي، ويعرف عنه بكونه شخصية متحفظة قليلة الظهور في وسائل الإعلام. كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي لتلفزيون النهار أن الوزارة ستقوم بتعديلات عديدة على مستوى عقود ما قبل التشغيل، وتشمل زيادات في الأجور، توسيع الحماية الاجتماعية، وكذا احتساب فترة العقد في منظومة التقاعد. جاء هذا خلال لقاء خاص مع زميل ياسين باباسي. نعطي عقود تشغيل بأتمعنا الكلمة، يعني الأجر يكون على الأقل على مستوى الحد الأدنى للنقطية على الأقل 18000 دينار جزائري، يكون الشاب عنده حق في إطار القانون الخاص بالعلاقات الفردية، دونك يسرى إليجيبل على كونفونسيون كوليكتيف تاع لونتربريز. الحماية الاجتماعية نتاعو راح توسع حتى الفترة تاع اللي يكون في إطار هذا العقد تحتسب في إطار التقاعد، إذا راح نحسن كل هذه الأمور ونعطيه له عقد عمل يخليه حتى ربما لا بعد 3 سنوات، لان هذا العقد احنا لا بعد 3 سنوات مثلا ما صارش ادماج نهائي في المؤسسه اللي يكون منصب فيها، عنده امكانيات، عندنا دائما اليات الحمايه من البطاله لاسيورونس ريتريت لاسيورونس شوماج اللي موجوده، تخلينا تمكننا باش نطبق على هذا الشاب. وبخصوص إلغاء وثيقة الخدمة الوطنية من مسابقة التوظيف، أوضح الوزير محمد بن مرادي أن وثيقة الخدمة الوطنية لن تلغى نهائيا، بل تلغى فقط في المرحلة الأولى من اجتياز مسابقة التوظيف. لا، هي تدخل في إطار الإجراءات اللي كان نص عليها السيد الوزير الأول في إطار محاربة البيروقراطية. نحاول في إطار في مرحلة الأولى تاع مسابقة أو في إطار ما قبل التوظيف كي تكون ملفات في إطار المسابقات، يقول ماهوش لازم نطلب من الشاب يجيب ملف كامل، وربما غدوة بعد المسابقة قال أنت ما كانش عندك حظ. إذا نختصر من الملف يكون لا ما تلغاش، لكن بعد ما يكون مثلا شاب في إطار مسابقة الملف تاعه يكون مقبول فيها، في ذاك الوقت يكون الشاب لازم يكمل الوثائق اللي كانت ملزمة في إطار التوظيف. وعن إمكانية مسح ديون المستفيدين من قروض في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أكد وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي أن هذا الملف مطروحا إطلاقا على مستوى الوزارة. هذا غير وارد تماما، لأن احنا ممكن في بعض الحالات، هي في الاقتصاد بصفة عامة مؤسسة تنشأ تتطور وتموت. في بعض الأحيان كاين مؤسسات عندها مشاكل باش تسدد، لكن كلها عندهم